شهد وزير الدولة لشؤون الإسكان وزير الدولة لشؤون الخدمات ياسر أبو اليوم توقيع عقد إنشاء شبكات البنية التحتية لثماني ضواحي بمشروع جنوب المطلع الإسكاني، وذلك مع شركة صينية بقيمة تقارب حوالي 216 مليون دينار. وقع وزير الدولة لشؤون الإسكان وزير الدولة لشؤون الخدمات ياسر أبل عقد إنشاء شبكات البنية التحتية ل 18519 قسيمة ومحطات الكهرباء الفرعية لثمان ضواحي بمشروع جنوب المطلع الإسكاني مع شركة صينية بقيمة تقارب 216 مليون دينار. ما في شك، يعني تعاون مستمر مع أخواننا أعضاء مجلس الأمة، ونحن نكمل بعض الحقيقة، ويعني مع أخواننا في أعضاء مجلس الأمة، وكثير من القوانين اللي تم تعديلها مع المجلس السابق وأثرت بشكل إيجابي، ومنها تسريع يعني عجلة توقيع العقود، وما زال مطلوب هناك تعاون أكبر. اليوم مثل ما أنت عارف أيضا يعني المؤسسة مقبلة بالشراكة الفعلية مع القطاع الخاص، وأيضا هذا الآن بدأت المؤسسة الحقيقة بطرح أول فرص. وقال الوزير أبل في كلمة له على هامش توقيع العقد في مقر المؤسسة العامة للرعاية السكنية أن عدد الشركات التي تقدمت لهذا المشروع بلغ 11 شركة من عدة دول حول العالم. من جانبه قال المدير العام للمؤسسة العامة للرعاية السكنية بدر لوغيان أن أعمال شبكات خدمات البنية التحتية تتكون من أعمال الحفر وأعمال شبكة الصرف الصحي وشبكة تغذية المياه العذبة، إضافة إلى أعمال شبكة صرف. قيمة العقد حوالي 216 مليون دينار كويتي. مدة العقد راح تكون على مرحلتين، المرحلة الأولى مدتها 24 شهر، سيتم إن شاء الله تسليم وإنجاز 12200 قسيمة سكنية. المرحلة الثانية راح تكون بعدها بستة أشهر، وسيتم إنشاء وتسليم باقي القسائم اللي تتكون من 6300 قسيمة.